مساء الخير يا تاني، كيفكم يا حلوين اليوم؟ اليوم حبايبي إن شاء الله رح نستكمل في شرح مادتنا التربية الإسلامية من حيث ما توقفنا. اليوم رح نبدأ في درس كتير حلو وكتير سهل، والدرس كتير قيم، له قيمة كتير في حياتنا، اللي هو الصلوات الخمس، رقم الصفحة 26. خلونا بداية نكتب اليوم التاريخ، لكن قبل ما نبدأ في الدرس رح أعمل مراجعة في درسنا اللي أخذناه سابقا. اليوم نكتب الأربعاء، الكل يمسك قلمه ويكتب اليوم التاريخ. الأربعاء، التاريخ 24/3/2021. تمام، يلا المرة الماضية تاني أخذنا عن درس كتير حلو كان بعنوان سعد. إيش كان عنوان درسنا السابق؟ يلا يا سعد، شيل المايك عن صوتك وجاوب. الأمانة. الأمانة، ممتاز. هلا عمر، السؤال إلك يا عمر. عمر، شفنا طفل اسمه محمد. محمد اشترى، حكينا، دفتر. لما رجع على البيت وحسب الفلوس اللي معه لقى معه زيادة. محمد ايش عمل؟ خلى المبلغ معه، خلاه له، ولا راح يرجع للبائع؟ راح ارجع على البائع. ممتاز، إذا هو حافظ على الفلوس اللي بين إيديه واعتبرها أمانة وراح يرجعها للبائع. ممتاز يا عمر. نمر، راح تجاوبني بصح أو غلط يا نمر؟ تمام، يلا. خمس. كسرت سعاد قلم زميلتها الذي استعارته منها، تصرفها صحيح ولا غلط؟ غلط. غلط، لأنها هي ما حافظت على الأمانة اللي أعطتها إياها زميلتها. ممتاز يا نمر، نرجع ميوت. يلا فروحة، فرح الحلوة أعطت. يلا شو، خليني أسألك الأول بعدين بتجاوبيني، شو رأيك؟ يلا، أعطت سلمى لزميلتها ممحاة، قامت زميلتها سلمى بالمحافظة عليها واسترجاعها لصديقتها رؤى. تصرفها صح. صحيح؟ صح، لأن هي حافظت على الأمانة ورجعت المنحة اللي أعطتها إياها زميلتها. أحمد، فرح، خليني نعم أسمع. نعم يعني مش ماذا مش ماذا يا أحمد، رحنا على الحديقة مش ماذا رحنا على الحديقة بعدين أردت المي أعطيت للزلمة 10 دراهم، بعدين هو لازم يرجع لي بس 8 دراهم، هو رجع لها بتاعي 10 دراهم، بس أنا حكيت له أنت أعطيتني عشر برافو دراهم بدل 8 دراهم. برافو، هيك تصرفك، انت حافظتي على الامانه، يعني انت ما اخذتي الفلوس، رجعتيها لصاحب المحل. احمد، السؤال الك واخر سؤال الك، اللي ما جاء سالتهم راح ينسالوا في الدرس اللي راح ناخذه اليوم. احمد، بلال لم يحافظ على اسرار بيته وقام باخبار اصدقائه عنها، تصرفه صحيح ولا غلط؟ غلط. غلط، لأنه هو ما حافظ على أسرار بيته والحكي اللي داخل البيت، راح حكاه لكل أصدقائه، فهو هيك ما حافظ على الأمانة اللي صارت في البيت. إذا ممتاز يا أحمد، تصرفه خاطئ. اليوم يا تاني درسنا عن الصلوات الخمس، رقم الصفحة 26. يا ثالث يا تاني، موضوعنا اليوم كتير كتير مهم، اللي هو الصلوات الخمسة. كنا بنعرف إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا كم صلاة في اليوم؟ فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني إحنا بنصلي في اليوم وبالليلة 5 صلوات. تمام؟ طبعا هاي الصلوات بأديها في وقت محدد، كل صلاة من هدول الصلوات الخمسة إلها وقت محدد. تمام؟ الصلاة يا تاني هي ركن أساسي ومهم جدا، إحنا لازم نلتزم فيه، لازم ما نتأخر مثلا في أدائه، لازم مجرد ما نسمع الأذان مباشرة نروح نتوضأ ونحيي أهلنا للصلاة عشان نصلي، وهي الركن
أي ركن من أركان الإسلام إيتاء إقام الصلاة؟ مين يحكي لي؟ يلا سيف، ما هو الصلاة؟ أي ركن من أركان الإسلام؟ ماشي ماشي. نعم بس أي صفحة؟ أنا حكيت 26. ماشي رابع. أنا مش عارف الحكم عشان ما معنا قلم رصاص. ماشي رابع. كأنه أنا واقف. إذن زي ما حكينا يا تاني إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات حكينا في اليوم والليلة. سألتكم سؤال، إقام الصلاة ما هو ترتيبه بين أركان الإسلام؟ رح يجاوبني على هذا السؤال يلا زينة. خامس. إقام الصلاة ما ترتيبه بين أركان الإسلام؟ يعني هل هو الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس؟ الثاني. الثاني. إذن الركن الثاني من أركان الإسلام اللي هو إقام الصلاة. حكينا لازم إحنا نأدي الصلاة وما نستهين في أدائها وما نتأخر في أداء الصلوات، ولازم نأديها في الوقت المحدد. هلأ الصلوات يا تاني عندنا 5 صلوات، تمام؟ عندنا في اليوم بنصلي إحنا الأشخاص المسلمين، الإنسان المسلم بيصلي 5 صلوات في اليوم. أول صلاة اللي هي صلاة الفجر. إذن أول صلاة اللي هي صلاة الفجر عدد ركعاتها، يعني بنصلي ركعتين فرض تنتين، عدد الصلوات أو الركعات اللي بتصليها في صلاة الفجر ركعتان. إذن عدد ركعات صلاة الفجر ركعتان، مهم جدا تعرفوا كم عدد ركعاتها. إذن أول صلاة اللي نصليها اللي هي صلاة الفجر وعدد ركعاتها 2، وقت صلاة الفجر متى نصليها؟ في أي وقت نصليها؟ من أذان الفجر، لما نسمع أذان الفجر المؤذن بلش يأذن، هي تقريبا الساعة 5 نسمع المؤذن بيأذن لصلاة الفجر حتى طلوع الشمس. بس تطلع الشمس طبعا الساعة 5 بتلاقوا شوي لسه الدنيا ليل، تسمع المؤذن عم بيأذن، بتضلها صلاة الفجر إن قائم إنك تصليها لحتى ما تطلع الشمس. إذا أول صلاة بنصليها اللي هي صلاة الفجر، عدد ركعاتها 2، وقتها من آذان الفجر إلى طلوع الشمس، مهم جدا تعرف كم عدد ركعاتها ومتى وقتها، هيني بنبه. الصلاة الثانية اللي إحنا بنصليها بعد صلاة الفجر اللي هي صلاة الظهر. صلاة الظهر يا تاني عدد ركعاتها 4 ركعات، بنصلي صلاة الظهر 4 ركعات. رح نتعلم، إحنا أخذنا كيف أعمال الوضوء، رح نتعلم إن شاء الله في دروس لقدام كيف بنصلي أدي الصلاة، تمام؟ مخري اللي مو عامل ميوت يعمل الصوت ميوت. نمر ممنوع تشيل الميوت عن صوتك. صلاة الظهر حكينا. نعم يا أحمد، تفضل تفضل تفضل، إيش بدك؟ احكي يا أحمد. ما بنصلي صلاة السنة. أيوة برافو عليك، هذا لسه موضوع لقدام، لسه كنت أحكي عنه بس أنت سبقت بالحكي، ممتاز. هلأ صلاة الظهر يا تاني عدد ركعاتها 4 ركعات، بنصلي 4 ركعات لصلاة الظهر. متى وقتها؟ مت إحنا أي ساعة بنصلي صلاة الظهر؟ من آذان الظهر لحتى آذان العصر. طبعا أنت بتعرفوا أنه بالتوقيت الصيفي والشتوي بيختلف مواعيد الصلاة. هلا عادة بالتوقيت الصيفي بتلاقوا أنه الأذان بيأذن على الساعة 12:30، تمام؟ بس هلا بالوقت الشتوي بتلاقوا أنه أول ما يغيروا التوقيت بيقل الوقت وبتصير الساعة 11:30 بتأدوا صلاة الظهر. إذا تاني صلاة بنصليها بعد صلاة الفجر اللي هي صلاة الظهر، عدد ركعاتها 4 ركعات. ركزوا، رح أسأل أسئلة بعد ما أخلص شرح. وقتها بنأديها من آذان الظهر لحتى آذان العصر. هاي هيك بنكون صلينا لحد الآن صلاتين اللي هم صلاة الفجر وصلاة الظهر. مين يحكي لي بعد صلاة الظهر إيش بنصلي يا أحمد؟ بعد صلاة الظهر أي صلاة بنصلي إحنا؟ بعد صلاة الظهر بيجي عندنا صلاة العصر. ممتاز، كم عدد ركعات صلاة العصر يا أحمد؟ 4. يا عيني عليك، يسعد الشاطر. إذا صلاة العصر بعد ما نصلي صلاة الظهر بيجي وقت إنه نصلي صلاة العصر، عدد ركعاتها 4 ركعات. متى بنصليها؟ بس نسمع الأذان بلش يأذن لوقت صلاة العصر لحتى أذان المغرب.
يعني تقريبا الساعة 4 في التوقيت الصيفي والساعة 2:30 تقريبا بالتوقيت الشتوي، تمام؟ بس إنكم تعرفوا وقتها. هاي هي الصلاة اللي بنصليها بعد صلاة الظهر اللي هي صلاة العصر. يلا يا سعد، بعد صلاة العصر أي صلاة بنصلي؟ المغرب وصلواتها ثلاثة. ركعاتها ثلاثة. ممتاز يا سعد، وركعاتها ثلاثة. يا عيني عليه، ممتاز بطل. وقتها يا سعد من أذان المغرب لأذان العشاء. بالتوقيت الشتوي بتصير أول ما يغيروا التوقيت بتصير الساعة 5 يأذن المغرب، بينما برمضان بتشوفوا إنه بأذن الساعة 7:30 8 إلا تسمعوا صلاة المغرب، وإحنا بنفطر على حسب ما يأذن أذان المغرب. تمام؟ ممتاز يا سعد. يلا يا فرح، بعد صلاة المغرب أي صلاة تيجي؟ دقيقة يا أحمد، دقيقة دقيقة المغرب دقيقة. العشاء وركعاتها 4 وقت من أذان العشاء لإذان الفجر. ممتازة يا فروحة. أيضا وآخر صلاة بنصليها في اليوم اللي إحنا بنقضيه اللي هي صلاة العشاء، هي آخر صلاة نصليها، بنكون هيك صلينا 5 صلوات في اليوم مع عدد ركعاتهم كاملين. مهم جدا تعرفوا كل صلاة قد إيه عدد ركعاتها ومتى وقتها. ممكن ايش المغرب؟ المغرب قبل العشاء يا بتول مالك؟ طيب حكيناها المغرب، ما حكاها سعد. مش مركزة، هي بينتي لي انك مش مركزة. لا مركز. طب يلا عندنا هون بقولنا مس مس. نعم يا سيف. كل كلمة بالصلاة 10 حسنات عليها. برافو. لازم يا كل. تاني لازم يا تاني دقيقة يعني لازم يا 100 تاني تاني 1000 حسنة. ممتاز يا عمر. تاني لازم احنا دائما عشان ربنا يكون راضي علينا وما يكون زعلان منا، لازم دائما نلتزم في ادائنا للصلوات الخمس، ما نقطع في اي صلاه. مثلا مش نسمع الاذان اذن تقول خلص الكرتون بقوم بصلي، خلص اخلص هاي الشغله الايدي. لا، انت كل ما تتاخر عن وقت الصلاه هذا الاشي اصلا ربنا. دقيقه بس يا تاني. إذا يا تاني حكينا لازم إحنا مجرد ما نسمع إنه المؤذن خلص بلش يأذن في الصلاة، المفروض نهيئ حالنا للوضوء. وبتعرفوا شو هي خطوات الوضوء، أخذناها في الفصل الأول. تمشوا على خطوات الوضوء بشكل صحيح، بتروح تتوضأ، بتغسل إيديك، بتتمضمض، بتستنشق، بتغسل وجهك 3 مرات، تمسح على رأسك مرة واحدة، تغسل إذنك مرة واحدة، تمسح إذنك مرة واحدة. بعدين بتبلش في تغسيل إيدك، تبدأ بالإيد اليمين بتغسلها من أطراف الأصابع للمرفق اللي هو للكوع، وبتغسل الإيد الشمال اللي هي اليسار كمان نفس الطريقة من الأصابع لحد الكوع اللي هي المرفق. وآخر شيء بتغسل رجلك، بتبدأ في القدم اليمنى بتغسلها لحد كوع رجلك من أطراف الأصابع لحد كوع رجلك 3 مرات، وكرر هاي الخطوة للإجر الشمال. لهيك يا تاني زي ما قلت لكم لازم دائما تصلوا وتلتزموا بأداء الصلاة. أنا عم بحكي ممنوع حدا يقاطعني وأنا عم بحكي دقيقة بس معكم، بس أخلص حكي ثواني يعني. لهيك دائما يا تاني بدي اياكم تلتزموا بادائكم للصلاه. كلكم بتروحوا على المسجد مرات، او مش كلكم، في بعضكم بحب يروح مع بابا على المسجد عشان يؤدي الصلوات مثلا في المسجد. في ناس بتروح بتأدي كل الصلوات الخمسه اللي هم صلاه الفجر، صلاه الظهر، صلاه العصر، صلاه المغرب، صلاه العشاء، كلهم بتحب تصليهم في المسجد. هذا الاشي كويس. وفي ناس مثلا ما بتلاقي عندها الوقت الكافي انها، او مثلا بتلاقيها مشغوله، او مثلا مريضه ما بتقدر تروح على المسجد، فبتصليهم في البيت. تمام؟ لهيك احنا دائما لازم نلتزم في ادائنا للصلاه. تفضل يا نمر. مش شهر رمضان. شهر رمضان ب 12/4 قرب، شهر 4 مارس 4 قرب. اول ايه هلا حبايبي تاني. نعم شو اسمه؟ هلا اللي اهم انك تصليها هلا صلاة السنة. صلاة السنة. ثواني ثواني يا احمد، انا عم بحكي عم بوضح لزميلك. هلا المهم انك شو لازم يعني صلاة تلتزم. السنة؟
هلا بحكيها، هي بدي اشرح. يا الله شو انكم مستعجلين يا تاني، ثواني. هلا في صلوات احنا بنصليها اضافه للركعات اللي موجوده في كل صلاه. هلا الفجر احنا بنصلي ركعتين فرض، هدول ركعتين فرض انت لازم 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 تصليها. كمل يا تاني. حكينا زميلنا سالنا زميلكم اللي هو سيف، حكى طب شو هي صلاه السنه؟ هلا في ركعات احنا بنسميها فرض وفي ركعات سنه. هلا الفرض اللي هم الموجودين في كل صلاه، زي مثلا صلاه العشاء عدد ركعاتها 4، هدول الاربعه بنسميهم فرض، هدول فرض عليك وواجب انك تلتزم انك تصليهم. السنه صلاه بتاديها بعد صلاه الفرض او ممكن بعده. هلا صلاه السنه يا سيف هاي عشان تاخذ مزيد من الاجر والثواب عند ربنا، تمام؟ يعني صليتهم او ما صليتهم بس انت عشان تاخذ اجر كبير من عند ربنا صلي هدول الركعات، راح تاخذوا درس موسع وشامل بالصف الثالث بخصوص هذا الموضوع. هلا اهم شيء تعرفوا لي ركعات الفرض لكل صلاه، مثلا الفجر ركعتان، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، تمام؟ هدول مهم انكم تعرفوهم. فرح تفضلي مش رافعه ايدك. ما؟ احكي. بتعرف انه عيد ميلادي شهر 5؟ هابي بيرثداي يا مس، مقدما بعيدك بس يجي وقت عيد ميلادك. عمر عندك سؤال بخصوص بحر. المادة؟ مثل انه هاي رمضان. شو اسمه؟ انا برمضان بصلي اسمه السنة؟ السنة والتراويح الفجر. الفجر طب ممتاز، بس مش بس الفجر نصلي، نصلي كل الصلوات يا عمر، تمام؟ كلهم انا بصليهم كلهم، حتى مش بس ثاني 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 الصلوات. بسأل ماما. تمام، الصلوات هي 5 صلوات، رح نعرف كيف بتأديهم وكيف بتصلي لدرس لقدام. في عندكم الدروس رح نتعلم كيف أداء الصلاة، ورح أعرض لكم فيديو توضيحي كيف بنصلي بالخطوات الصحيحة. أحمد تفضل إذا عندك سؤال بخصوص اللي شرحته. نقدر نصلي صلاة الوتر. برافو برافو، ممتاز، أنت عندك خلفية كاملة عن موضوع الصلاة، ممتاز بطل، رائع رائع جدا يا أحمد، بحييك، ممتاز بطل، رائع رائع جدا بطل. في حدا عنده سؤال؟ انا بصلي مع ماما. ممتاز بطل، استمر بالصلاه وما تقطع فيها، لانه اذا التزمت من هلا مستحيل انك تصير تقطع فيها لما تكبر ويصير عمرك كبير، بتضلك ملتزم في اداء للصلاه. تفضل يا سيف. ناس شو اسمه؟ انا راح اصير اسال ماما على كم ساعات الصلاه؟ على 5 هيك؟ احكي لها تصلي معي على الساعه كم هيك؟ ممتاز بطل بطل، تقول لي على الساعه كم الصلاه لما تبدا؟ اي كل الصلاه برافو، احنا حكيناهم اصلا خلال الشرح، وضحنا بالضبط اي ساعه وقت لما يكون عندنا التوقيت السطوي الشتوي والتوقيت الصيفي. حبايبي في عندنا هون سؤال بقولنا احسب مجموع عدد الركعات التي يؤديها المسلم في اليوم والليله، لنعرف كم ركعه بنصلي في كل الصلوات. هلا حكينا يا سعد كم عدد ركعات صلاه الفجر؟ صلاه الفجر كم ركعه؟ تنتين. هاي تنتين بصلاه تنتين. الفجر، ممتاز يا سعد. لارا كم عدد ركعات صلاه الظهر؟ كم ركعه بنصلي صلاه الظهر؟ خمسة. خمسة ولا أربعة؟ أربعة. أربعة. ليه؟ يلا اكتبوا معي هون زي ما أنا عم بكتب، تمام؟ هاي 4 على صلاة الظهر. يلا زين. أربعة. بدي تبعث الواجب؟ رح أبعث، تخافوش. زين نعمله. حاضر. أكثر. يلا زينة. دقيقة أنا عملت ميوت، أنا عملت ميوت، بس زينة اللي رافعة المايك. زينة بعد ما نصلي 4 في الظهر تيجي عندنا صلاة إيش؟ صلاة بعد الظهر إيش بنصلي؟ صلاة إيش؟
العصر. العصر كم عدد ركعاتها؟ 4. يعني عليك. وهي جمعنا كمان ركعات صلاة العصر. استمتعي. ممتازة يا زينة، رائعة. يلا اللي وراها بتول. yes. بتول بعد صلاة العصر الأربع ركعات إيش بنصلي؟ أي صلاة؟ المغرب. ممتازة، كم عدد ركعاتها؟ 3. عيني عليكي، ممتازة. يلا الأخيرة يا نمر، بعد صلاة المغرب أي صلاة بنصلي إحنا؟ عشاء. العشاء، كم عدد ركعات صلاة العشاء؟ 3. 3 ولا 4؟ 4. 4، ممتاز يا نمر، 4. هلأ رح نجمع الجمع عادي، ما حداش يشيل المايك. هلأ رح نجمع جمع عادي، اللي هم الاثنين هدول زي ما قلت لكم، هاي لصلاة الفجر، الأربعة لصلاة الظهر، الأربعة التانيين لصلاة العصر، الثلاث هدول لصلاة المغرب، الأربعة هدول لصلاة العشاء. بنجمع جمع عادي، أكيد بتعرفوا الجمع. 2 زائد 4 يساوي 6. 6، ممتاز يا عمر، رح أختار. 6 زائد 4 يا سعد. 10. مين اللي جاوب؟ أنا ميس. عمر، خلص عمر، ممتاز. 10. سعد، 10 زائد 3 13. عيني عليك، ممتاز، 13. ايه عمر سكر لي المايك، سعد رجع سكر المايك. فرح. ممكن انا؟ فرح. 13 زائد 4. 20. نمر ميوت. 17. 17 ركعة. إذا يا تاني منصلي في اليوم بالليل الوحدة، عدد الركعات اللي منصليها في اليوم الكامل 17 ركعة. عرفتوا أنا كيف عملت؟ جمعت ركعتين صلاة الفجر، وأربع ركعات لصلاة الظهر، وأربع ركعات لصلاة العصر، وثلاث ركعات لصلاة المغرب، وأربع ركعات لصلاة العشاء. الكل يكتبهم، يلا الكل يكتب عند السؤال. خلصت ماس. ايه ما تشيلوش المايك. هيا تاني زي ما قلت لكم، ركعتين لصلاة الفجر، أربع ركعات لصلاة الظهر، أربع ركعات لصلاة العصر، وثلاث ركعات لصلاة المغرب، وأربع ركعات لصلاة العشاء. الكل كتبها، وعرفنا إنه منصلي إحنا في اليوم 17 ركعة. هلا رح أنتقل للصفحة اللي وراها، صفحة رقم 28. الكل بيفتح كتابه على صفحة 28. لهيك دائما يا تاني زي ما حكيت لكم، احنا لازم دائما نحرص انه نؤدي الصلوات المفروضة في اوقاتها، مش مثلا نقول حتى يخلص الكرتون اروح خلص بدي اصلي، لا، مجرد ما انك تسمع الاذان المؤذن بلش يأذن المفروض تروح تتوضى وتجهز حالك للصلاة وتؤدي الصلاة المفروضة عليك في الوقت اللي اذن فيه المؤذن. مثلا أذن لصلاة الظهر بتروح تتوضى وبتحضر حالك للوضوء، احنا اخذنا كيف بنأدي الوضوء في الفصل الاول، ورح اعمل فيديو تطبيقي في الحصة القادمة كيف بنأدي الصلاة بشكل صحيح. هلا زي ما حكيت لكم نفتح كتابنا على صفحة 28 ورح نحل الجدول بناء على الاشياء اللي اخذناها في درسنا لليوم. ثواني بس خليني اصفر لكم. اوكي هيك بقولنا املأوا الفراغ في الجدول بالصلاة المفروضة وعدد ركعاتها ووقتها. كل صلاة رح نعرف كم عدد ركعاتها وبأي وقت إحنا منصليها. رح يجاوبني أول وحدة سعد. سعد حكينا إحنا أول صلاة منصليها يا سعد أي شيء؟ صلاة إيش؟ الفجر. الفجر. وركعتها وعدد ركعاتها 2 من عنائي. من أذاني. من أذاني. الفجر إلى طلوع الشمس. ممتاز، رائع، رائع جدا سعد. إذا حكالنا سعد إنه عدد ركعات صلاة الفجر ركعتان. ممتاز يا سعد. حكالنا وقتها بنأديها من أذان الفجر. نبلش كتابة حبايبي. من أذان الفجر إلى
طلوع الشمس. ممتاز جدا يا سعد. طبعا هذا الجدول مهم جدا جدا جدا، راح اكبر لكم الخط عشان يكون واضح عندكم اكثر. تحفظوا هذا الجدول حفظ، تمام؟ الكل يكتب على كتابه انه صلاة الفجر عددها ركعتان، وقتها من اذان الفجر الى طلوع الشمس. احمد يلا احكي لي بعد صلاة الفجر اي صلاة احنا بنصلي؟ صلاة ايش؟ الفجر صلاة العصر. صلاة العصر بعد صلاة الفجر؟ صلاة ايش بنصلي بعد صلاة الظهر؟ الظهر. كم عدد ركعاتها يا احمد؟ تنتين ولا أربعة؟ مالك قبل شوي كنت نشيط. أربعة ركعات. ممتاز يا أحمد. وقتها منصليها من أذان الظهر لأذان العصر. ممتاز يا أحمد، رائع رائع جدا. زينة، زينة الحلوة، يلا يا زينة. زينة بعد صلاة الظهر إحنا أي صلاة منصلي؟ العصر. العصر. كم عدد ركعاتها؟ أربعة. يعني عليكي أربع ركعات مفروض إنه نصليها. طب تقدر تحكي لي متى وقتها؟ موجود عندك في الكتاب. يلا صلاة العصر من آذان العصر من آذان العصر لأي أذان؟ لأي صلاة بيجي بعد العصر؟ إيش بيجي عندنا؟ صلاة إيش؟ الظهر. بعد العصر الظهر؟ ما إحنا الظهر صليناه مالك. ركزي إلى آذان المغرب. ركزي، هاي معناته أنتم ما بتصلوا. أفهم هيك إنكم أنتم ما بتصلوا مع ماما وبابا. يا تاني ليش ما بتصلوا؟ لازم انكم تصلوا، الصلاة واجب، واجب عليكم وفرض. وأول إشي بحاسب عليه الإنسان، ربنا بحاسبه عليه الصلاة. عشان تخلي ربنا يكون راضي عنك وما يكون زعلان منك لازم تأدي الصلاة، تمام؟ يلا عمر بعد صلاة العصر يا عمر أي صلاة منصلي؟ صلاة المغرب. بس كم عدد ركعاتها؟ أربعة. ثلاث. أيوة برافو، ممتاز يا عمر. عدد ركعاتها ثلاث ركعات. ممتاز ممتاز. بنصليها من وقتها من أذان المغرب إلى أذان العشاء. رائع جدا جدا يا بس عادي أنا آخر وحدة. أنت آخر وحدة، لسه بدي أقول بتول أصلا بدون ما تقولي لي أنا عادي آخر وحدة. خلصتوا لحد هون؟ لحد هون خلصتوا؟ لا مس أصغر بس الصورة شوي، يعني احتمال يروح الحكي بس رح أرتب لكم إياه ما تخافوا. هاي هون وهاي هون وهاي هاي رح أضطر إني أرجع أكتب لكم إياها كتابي هون. الظهر أوكي، هاي هون هاي رح أضطر إني أمسحها لها وبمسح لكم المغرب وبرجع بكتبها. أوكي هاي المغرب، كان زميلكم عمر المغرب عدد ركعاته اوكي تمام. حكالنا زميلكم عدد ركعات الفجر ركعتان وهون ثلاث. يلا بتول بعد صلاة المغرب ايش بنصلي؟ صلاة ايش؟ صلاة العشاء. العشاء. يا عيني عليكي، ممتازين. طبعا هذا الجدول مطالبين بحفظه. هيك يا حلوين بتكون انتهت حصتنا لليوم. زي ما قلت لكم تحفظوا هذا الجدول